بربها المنتمية لوطنها الحريصة ادفعي كيد الأعاني والعبي طول المدى إننا نحن الفدا. أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلا يوجد دين رفع من قيمة العلم وأعلى من شأن العلماء. العام 2021 بين مجلس التطوير الاقتصادي الجمعية، واليوم الحديث نعرض النتائج ونعرض السياسات إلى 22 إلى حتى عام 26. بسم الله الرحمن الرحيم. قطاعات الدولة والأهم مرحلة من مراحل التعليم. هو الحقيقة المشروع تبناه المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، وقام بتشكيل لجنة للإشراف عليه، ثم بعد ذلك تم تشكيل فرق عمل لدراسة مختلف عناصر العملية التعليمية، ومن خلال عمل هذه الفرق تم الوصول إلى نتائج وتوصيات وبرامج. ورشة العمل هذه الهدف منها هو عرض هذه النتائج، ومن ثم أخذ آراء المخبراء والمتخصصين والمسؤولين أيضا في قطاع التعليم والمهتمين بقطاع التعليم حول عمل هذه اللجان، حتى يمكن تعزيز النتائج اللي خدمتها، أو يمكن تقديم بعض الإضافات الضرورية لإنجاح عملية الإصلاح في ليبيا. ولا شاكر لكم، لا أريد أن أطيل عليكم، لأن هيك أزيد أكرر، يبلغ خاصة الآن نحن قادمين على عام دراسي جديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أولادنا وأبنائنا. مع المجلس الاقتصادي ومجموعاتنا ذهبت إلى الجنوب وذهبت إلى الشرق علاقة بقضية ما هي المشكلة وكيف يمكن حلها. حتى ميزانيات المفروض البرامج محددة في إطار زمني وبتعريف بالنشاط. الحقيقة نشكر الحكومة على دعمها لنا في أنها، وهذا المشروع جاء استكمالا لمشروع الجمعية الليبية للبحث والتطوير التي قامت بدراسة ميدانية شملت كافة مناطق ليبيا وشملت ما يزيد عن 5000 معلم مع المفتشين مع أولياء الأمور المديرية المدارس، واستهدفت ما يقارب من 600 مدرسة. وهذا المشروع احتاج بعدها إلى استكمال واستثمار هذه المعلومات، فتم تشكيل هذه اللجنة وفرق مصاحبة لهذه اللجنة، وتم استكمال هذا المشروع بدراسات أخرى استعانة ببعض البيانات والمعلومات المتوفرة، وتم اقتراح مشروع يمكن أن يساهم في إصلاح مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، والذي وهي محاولة من المحاولات التي تهدف إلى الإصلاح، ونتمنى أن تعقبها محاولات أخرى في مراحل أخرى وفي جوانب أخرى للعملية التعليمية، ونتمنى التوفيق للجميع. سيد مدير المجلس، السادة الوكلاء، السادة مدير، عليه أن يدرك عظم المسؤولية وحمل الأمانة الملقاة على عاتقه من حيث التخطيط ورسم السياسات وإصلاح وتطوير النظام الصحي. موضوع الطاقة تعالي رئيس الحكومة الأساسي وتعليم الابتلاء الأعداء الفائتات، شعرنا بنوع من الضيق لأن داخل المسير الرئيس